علاقتي بالنادي الاهلي علاقه ممتده، احنا بنعتبر النادي الاهلي بيتنا، يعني اغلب الرياضيين اللي هم جايين من القرن الماضي يعني احنا هنا من، انا بقول لك من سنه 76، فيعني وقت طويل. المكان ده بالنسبه لنا مكان مفضل، مش بس يعني مكان بنمارس فيه رياضتنا، مكان فيه تلاق اجتماعي، مكان حققنا فيه بطولاتنا كلاعيبه، بعد ما خلصنا لعب برضو انتمينا اليه بشكل او باخر في علاقاتنا الرياضيه. ده احنا هنحقق للنادي الاهلي بطولات على مستوى كره السله في مصر، لان لعبه كره السله هي لعبه غير بقيه الالعاب، المنافسه فيها قويه جدا ما بين انديه مصر. يعني كان سابقا بيبقى نادي الاتحاد ونادي الجزيره ونادي الزمالك ليهم الافضليه، انما النهارده الحمد لله النادي الاهلي يعني بدءا من تاريخنا احنا لغايه ما وقتنا الحالي قدرنا ان احنا نبقى موجودين في العاب الصالات بقوه، وقدرنا ان احنا نحقق بطولات كثيره جدا. يعني على الصعيد القومي انا كابتن منتخب مصر كره سله، انا لاعب دوره العاب اولمبيه لمصر، ولاعب كاسين عالم لمصر، ولاعب 5 بطولات افريقيا لمصر، ولاعب 3 دورات العاب افريقيا لمصر، ولاعب كل حاجه بتتلعب في كره السله كمنتخبات قوميه. يعني اهم واصعب بطوله كانت هي اولها، اول دوري عام دخل النادي الاهلي في تاريخه، وده كان سنه 87. ده كان دوري قوي جدا، يعني الحمد لله انا كان ليا برضو كان في يعني اداء متميز في الدوري ده، حتى منه علامه انا، حتى كان حاجبي يعني كان تحت عيني اتفتح وكملت المباراه دي. كنا بنلعب نادي الاتحاد السكندري في نادي الزمالك، وقدرت ان انا كنت يعني نفوز بالمباراه دي، وكان ليا باع جامد جدا في الجيم ده. فده كانت من الجيمات اللي كانت بالنسبه لي سابت اثر كويس جدا، لان دي كانت اول بطوله في تاريخ النادي الاهلي، كانت مع كابتن طلعت جنيدي الله يرحمه. ومن بعدها بدأ بقى تسلسل البطولات، وبدأ النادي الأهلي يخش في الترتيب بتاع الأندية الحائزة على البطولات في كرة السلة في مصر.